أيها الحمد الكريم، مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم. هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية في ثاني أيام هذا المهرجان وفي الفترة الصباحية، حيث ننطلق مع هذه الفئة، فئة الحجايج لأبناء القبائل 5 كيلومترات، نتابعها بهذا 4 كيلومتر المسافة المقررة من اللجان المنظمة لهذا المهرجان، علما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. شكرا لإخواني المعلقين بدور سالم بن ركاض العليلي، أتواصل معلقا على أحداث هذا الشوط، ونبدأ بفرز المراكز الأولى. شاهين لسعيد بن محمد بن ناصر الهاجري من يسجل حضوره بأول المراكز ليعلن وجوده متواجدا في هذا المهرجان. المركز الثاني مروح علي بن سيف علي بن سعيد المنصوري من يأتينا على المركز الثاني. أما المركز الثالث سهم حمدان بن زايد أبو حميد المزروعي يتقدم بالمركز الثالث، والمتابعة من المركز الرابع. المركز الرابع فيأتي جلمود علي بن عبد الله الفهيدة، هو من يقدم له المركز الرابع. والمركز الخامس ياهي شعارات، ياهي شعارات قوية تتبادل المراكز من البداية. إذا كانت هذه السرعة من البداية، الله يعلم كيف بتكون النهاية. ناخذ المركز الخامس، ويتقدم اللي هو نبراس حمد بن طالب بن شريم المري، شعاره أيضا يصول ويجول ويبحث عن موقع الصحيح. نقول لك خدت نقطة وتبحث عن نقطة ثانية. هو يتقدم الآن، هو يتقدم، وعينه عينه على السيارة وعينه على الناموس. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا الخمس المراكز الأولى، وأكثر من 100 قعود على قائمة الانتظار يتابعون دورهم أيضا وينتظرون أيضا الكيلو المتر الأخير. نعود مرة ثانية، نعود إلى قلب الحدث، نتابع الأحداث، نتابع المهم والأهم في هذا التحدي وهذا الانطلاق. نبراس بن خذ المقدمة، نبراس بن خذ المقدمة، حمد بن طالب بن شريم المري من يقدم لنا الإبراز بأول المراكز، ليلي على المركز الثاني. المركز الثاني سراب عبد الله بن سعيد بن سلطان اليحافي يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث الوصول من قبل شاهين أحمد بن يمعة بن مطر الخيالي، قادم لا محال ولا مجال عن المركز الأول. يتقدم بهذا العرض الجميل، العرض الجميل، يقدم ويتقدم بالمركز الثالث. أما المركز الرابع، الله وحلى رقمه جميل، واحد على دبل زيرو، واحد على دبل زيرو، يحمل معاه الامال جزيل ويوسف بن محمد بن خليفه الغيلاني من يقدم لنا جزيل. وخذ الناموس، ونقول لك جزيل الشكر او الاحترام مع هذا التحدي. المركز الخامس يتقدم ايضا، شعار جميل، له صوله وجوله بالمنافسه، له ايضا هبه عندما يشارك ويتقدم، اللي هو مصفوط محمد بن حمد عبد الهادي الغفران المري يتقدم بالمركز الخامس. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، أوعدكم وعد في هذا الشوط أنها بتكون معركة قوية، معركة داحس والقبرة في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. ما زلنا نراقب ونتجول مع الناموس، والناموس يتجول بين أقوى شعارات تشارك من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه اللحظات. جزيل، جزيل، وما أدراك ما جزيل. جزيل يصارع الجعدان، يصارع الجعدان في يوسف بن محمد بن خليفة الغيلاني. الغيلاني يقدم لنا جزيل، يلا يا جزيل حرك، لأن الأمور ما تتحمل، الأمور ما تتحمل خالي أبدا، لأن الضغط عالي، الضغط عالي في هذا التحدي. نتابع مشاهدينا الكرام، جزيل صامد على مقدمة الشوط، ولكن المركز الثاني مصفوط محمد بن حمد بن عبد الهادي. هني أيضا الوصول من الخمري ناصر بن أحمد بن حسن العامري، وصلكم العامري، وصلوا العوامر بهذه الهجمة، هجمة قوية. الله 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 الله، الهجوم من العوامر، الهجوم من العوامر على ظهر الخمري. ناصر بن أحمد بن حسن العامري هو من يتقدم. يا سلام،
ولعت ولعت ولعت، اشتعلت اشتعلت بين العامري بين السيحي ومن ينافس على المركز الثاني، من بالنصرة 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 والعامري كله والعوامر العوامر على المقدم، ولكن السيحي السيحي روح يا ولدي يا ولدي يا ولدي، روح هذا المطلوب هذا المطلوب هذا المطلوب، يا سلام يا راعي الخمري يا سلام يا راعي الخمري. نعم الساد سلام، تحية تحية صوت الإمارات، تحية يا ساد الإمارات، تحية للسيد ناصر بن أحمد بن حسن العامري، من ولع زمام الركض نار من شعل الشوط نار، تحية وتقدير. المركز الثاني وصلنا اللي هو سعد قانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، والمركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث نشوف اللي وصلنا على المركز الثالث، يأتينا اللي هو حرب راشد بن بطي بن محمد بن راشد الغفلي، والمركز الرابع المركز الرابع كان شاهين أحمد بن يمع بن مطل الخيري، والمركز الخامس المركز الخامس نبراس حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا الإثارة وشاهدنا الخمري ناصر بن أحمد بن حسن العامري هو من كسب معركة هذا الشوط وأخذ الانتصار. وصباح الخير يا أهل السادة، صبح عليكم بالورد والياسمين والانتصار والتوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس اللي وصل بالمركز الثاني كان من نصيب اللي هو سعد الغانم بن سلطان بن سالم الهاشمي، والتوقيت الزمني الذي تسجل بالتأكيد بيكون 6 دقائق 18 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس المركز الثالث المركز الثالث حرب راهد بن بطيب محمد بن راهد الغبلي، 6 دقائق 18 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا. والناموس